إذن مشاهدينا نعود نجد تحية وترحب بكل اللي التحقوا بنا في لحظة على قناة سي بي سي بنا وكذلك شروق تي في فقرتنا الموالية تدابير منزلية مع وسيلة. نرحب بك. صباح الخير سعاد، صباح الخير صراحة وسين، صباح الخير، صباح الخير كامل السيدات اللي يشوفوا فينا اليوم. اليوم راح تهتمي بالاعتناء يعني بالمرأة ومستلزماتها التجميلية يعني على حسب ما راني نشوفها. طبعا يعني اليوم راح نوري لهم كيفاش يخدموا دي غوج في الدار وكيفاش انا رايحين نطويو لي بانسو تاعنا لي زابليكاتور نماكيو بهم والمشاطي تاعنا. فوالا يلا اليوم وسيله قول وسيله وتدبيره يعني واش هي الوسائل اللي حتستعمليهم في الاحتفاظ اذا قبل بالغوجالاف يعني باش نديرو شي يسحقوا يسحقوا لافازين. شوفوا انا درتها هنايا وبماغي يعني لازم تكون دايبه هكذا كلمه لافازلين هكذا نسحقوها هكذايا وعندنا هنايا نشا لا مايزينا اوكي ونسحقوا ثاني قلت لكم دي غوجا لاف يعني اللي يكونوا قريب يخلصوا لكم ما بالك سيدات متعلقه بهذاك اللون ما صابتوش في السوق ولا يعني كيفاش نعاودوا نخلفوه يعني راح تخدمينا اليوم احمر شفاء فوالا ونسحقوا بيان سو حاجه نخدموا فيها. اذا واش قلنا هنايا قلت لكم انتم تكونوا هنا عندكم لافازلين تاعكم انا درت هكذا في بلاره باش نتاكد انه الماء كي يغلي ما لازمش يقيسها لازم تكون يعني دايبه هكذا تماما سائله هكذا باش تقدروا تخدموا بها ونسحقوا من جهه واحده اخرى. باغ اكزومبل انا اليوم حبيت نخدم زعما هاد لا كولور فوالا واش ندير شوف هنا حنحي في نجيب باكا امتي غامكان ولا يعني تبسي صغير ولا حاجه تخدموا فيها وانتم مرتاحين يعني. اذا انا حنحي هنايا هذاك الغجاله فلي شوفي ها يعني كان قريب يخلص لك خلاص يعني وخلاص هذا كامل اللي قريب يخلص انا حنحيه نحطوه حنايا هكذايا بجيه اوكي يعني هكذايا هكذا نحوه حتى كرطوه كامل انتم تجبدوه يعني شوفوا هكذا هذا وخلاص يعني باش نخدموا واحد اخر كيما هو مثلا هذا اللون حبيت يعني وما لقيتوش في السوق نعاود نخدمه ممكن تخيروه نيمبورت كال كولور. واش ندير ثاني راح نضيف شويه من النشا هنايا هكذايا هكذا فوالا ومن بعد هذيك نحط لافازلين تاعي وهي سخونه هكذا كذايبه لانه هكذا كي تكون سخونه حتسهل لي العمليه باش النشا تاعي تخلط لي معاها مليح ومع الغوجاله تاعي اللي حطيته. اذا هكذايا هكذا وراح نخلطوا كل شيء هكذا مع بعض نعاوليك شوفوا هنا هكذايا شوفي اللون بدا يذوب يعني مع النشا ومع هكذا اها فوالا نتوما حتحركوا مليح هكذايا ومن بعد نتوما واش نزيدوا نضيفوا لامور ما ندخلوا مليح لافازلين تاعنا لداخل لازم بيان ما تقعدكمش غبره تتاكدوا انكم دخلتوها مليح. كاينه ثاني حاجه واحده اخرى راح نزيدوا نضيفوها شوفوا لازم هذاك اللون يذوب لي مليح شوفوا بدا يخرج هكذايا فوالا من بعد واش نزيد نضيف عليها هنايا حنضيف عليها هنايا تاخذوا اي نوع تاع بور كاكاو يعني اللي يكون شايد روحو اون بوماد ماشي يعني يعني كانت كذلك لميس يعني في فقره التجميل كانت كذلك كانت طريقه لكن ماشي نفس الطريقه يعني نفس فوالا ماشي نفس المكونات هذا حيخرج غجالاف غجالاف هي لميس خلاتها يعني الفازلين نورمال ما ذوبتها ودارتها بال لميس عفوا زعما كي دارتها بالفراجو يعني هي غتكون باش كي تكون عندكم لما ما عندكمش لما يكون مع الاخر هي ماشي كيف كيف لكن حنا درناها ببقايا تاع لي غوج الاف قلنا يعني هاوليك نصح نضيف ثاني بور كاكاو شوفي هكذا وندخلها نعمرها دون ديبو شوفي انا خدمت هنا شحال من كولور حتى تحبي تفتحي توري لهم حتسيبوها شاده روحها كيما لو سامبل يعني غوج الاف عادي نورمال هكذا وشمي ثاني الرائحه حتكون مليحه شمي فوالا هاي ليك شمي ثاني ميم كي ديري فيه كاع عندكم الاذواق تاع لي بيغ كاكاو فيهم تحبوا تاع الفراوله تاع القارص كل وحده والذوق تاعها ومن بعد كي تجمد لكم في الفريجيدير علاش نحطوها واحد نص ساعه ولا خباش لا كولور تشد روحها تتيرا فوالا كيما نقولوا تقعد داخل الفريجيدير ومن بعد تعمروها دون دي بتي بو هكذايا ولا كل وحده وين تحب ديرها السيده وما تفسج وتستعملوهم دي غوجالاف قلنا كي تحب السيده تشوف انه اللون تاعها خلاص ممكن دير يعني هكذا يعني كامل السيدات اللي يكونوا رايحين يعني يخلص لهم الغوجالاف تاعهم وعندهم يعني حبوا هذاك اللون يعني فوالا يعاودوا يعرفوا خاطر ديفو صح ما نصيبوهش يعني في الاسواق ولا صح فاهم هذوك البقايا اللي نرموه يعني تقول لك نتخلص منهم من البقايا هذوك نخدموا واحد اخر فوالا يعني شي جميل
شكرا. اذا قلنا وعندنا ثاني كيفيه كيفاش قلت لكم تنظفوا باغ اكزومبل لي بينسو تاعكم ولي زابليكاتور باسكو شتي ساعات كي نخدموا بهم وما نغسلوهمش يخرج فيهم واحد الرائحه تاع الماكياج يعني كي يتخلط مع لي بونج باسكو هذا ايبونج ما راهوش حاجه يعني كيفاش نعتنيوا بهم واش ديروا نجيبوا باغ اكزومبل ليان صغير هكذايا نديروا فيه شويه ماء سخون ماشي سخون يعني يكون يلحق درجه الغليان لكن يكون دافي يعني أوكي. نجيبوه واش نديروا فيه نديروا فيه ملعقه صغيره تاع بيكربونات اذا حنحط لي بينسو تاعي ولي زابليكاتور داخل هذاك اللي اللي فيه الماء سخون والبيكربونات مده 30 دقيقه هكذاك يعني باش رانا رايحين شغل نعقموها رانا رايحين نحولها كامله يعني لي ميكروب اللي فيها يعني هذوك البقايا تاع الماكياج جيتو من بعد هذيك مور 30 دقيقه نحطوهم في ماء سخون واحد اخر فيه شويه منظف تاع الاواني عادي ونغسلوهم ونحطوهم ينشفوا لكن لازم السيده انت تاكدي انه نشف تماما باش تقدري تعاودي تخدمي بها لازم ينشف كليا فوالا يعني باش ما يكونوش يعني حتى وين كيكونوا شويه يعني ما نشفوش كامل يعني ما حيش يخدم لك مليح وما درنا والو لازم تاكدوا انه جفوا تماما فوالا هذا بالنسبه قلنا لي زابليكاتور ولي بينسو اما بالنسبه لي بروس ثاني والمشاطي تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا عندنا شحال من نوع تاع المشاطي فوالا ميم هاد لي بينيات حنا بالك ما نعطوهمش قيمه لكن كل حاجه عندها معلقه مع الشعر يعني لازم نطفوها اذا واش ديروا هنايا اول شيء باغ اكزومبل كي نحب لي بروس تاع السيشوار هذوما اللي يكونوا هكذايا اول شيء لازم السيده حشاكي الا كانت فيها الشعر ولا نحكم سلاكه راح نكرطها ونحي الشعر اللي فيها اول حاجه ميم هذوما يعني باسكو الشعر شتي يلصق حشاك في المشطه هذه حاجه عاديه ميم في لي بينيات كي نخدموا بهم ولا باسكو هذو نخدموا بهم صبيغه نخدموا بهم شحال من حاجه اذا نحو الشعر اللي فيهم من بعد هذيك رايحين نجيبوا كيت باسين وفي باسين هكذا نديروا فيها ماء ساخن ثاني واش نحطوا فيه بيكربونات ونحطوا فيه جافيل موسونت ونحطوا فيه منظف الاواني سائل يعني حنخلطوهم بيان ونحطوهم واحد لداخل واحد ميم با ساعه هكذاك نخلوهم بيان لداخل من بعد هذيك نحوهم ونشلوهم مليح ونشفوهم لكن فيما بعد ما حمر ما ينشفوا نزيدوا نعاودوا نجوزوا لهم مو جفيف الشعر انا رايحين نحكوا نعاودوا نشفوها مليح يعني لازم نتاكدوا علاش سعاد؟ لانه سيدة سائل تقول لك علاش زادت موظف مو جفيف الشعر؟ لانه لو كان لابغوس تاعنا مثلا نكونوا ما شللناهاش مليح ولا ما نشفناهاش بها كي نمشطوا بها واش حيصرى راح ينوض لكم تينسنس يعني القشره راح تجيكم في شعركم اذا لازم كي تنظفوا الحاجه لازم اولا تتاكدوا انكم شللتوها مليح من الرغوه هذيك وثاني تنشفوها وتزيدوا تعاودوا لها مجفف في الشعر يعني هكا باش نتاكدوا كليا انه راه يجفف تماما وسيده كي تخدم بها يعني راهي ما تخافش تنوض لها القشره في شعرها ولا يعني حتخدم بها عادي فوالا ميم لي بينيات تاعنا ترموهم ثاني قلنا في هذاك يعني نفس الطريقه لكن هادو كي ينشفوا خلاص تمسحوهم بسربيته ولا لكن المشاطي تاعنا كامله نجوزوا عليهم وجفيف الشعر ميم اون بلاستيك ولا يعني فعليا يعني باش ما نوقعوش في مشاكل واحده اخرى تاع القشره فوالا يعني هذا هو المشكل اللي يمكن كيعانوا منه الكثير من السيدات بيان سور لكن دي فوا يقول لك بالك شامبوان بالك وبالك هي سي لا بغوص ماشي شامبوان يعني حنا نروحوا ديراكتومون لو شامبوان ولا لابخي شامبوان هي لا سي بتيتخ لي بغوص تاعكم ماهمش نقايه ولا ماهمش نظاف اذا لازم كل حاجه نعطوها حقها باش هكا نتفاداو مشاكل واحد اخرين اذا هذو التدابير تاع نهار اليوم ونقول لهم نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله اكيد يعني كثير من المشاهدات انتظروا هاتي الفقره ويعني كثير راهم يتواصلوا معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا واليوم نشكروا كثير وسيله على كل ما راكي تقدميه من خلال وسيله وتدبيره شكرا لك بدايه الله يسلمك يسلمك صحة. ميرسي اما اللحظه يعني نروحوا فاصل وبعدها مواصلين فقراتنا الخدماتيه بقوا معنا